السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية. تحياتي لكم أصدقائي متابعي قناة سوق المواشي في سوريا. إحنا الآن في سوق الجمعة، سوق الغنم يوم الجمعة 15/10/2021. شباب، يعني في بداية المقدمة، البارحة الشباب يسألونا بالتعليقات إنه يقول لك مثلا ليش ما قام تصورون عند الدلال الفلاني، ليش ما قام تصورون محارف، ليش ما قام تروحون عند التاجر الفلاني على بيته، ليش مثلا تصورون لفلان الشخص التاجر هذا مثلا عنده غش او كذا. يعني والله يا شباب، يعني نحن اول شغله ما نعلم الغيب، نحن اليوم نتعامل مع الشخص هذا على مصداقيته وعلى كلامه، والاصل بالانسان الصدق. يعني اذا اتضح لنا انه والله قام يلف ويدور ما نتصور عنده. ولذلك انتم لاحظتوا بالفتره الاخيره، يعني صار لنا اقل شيء 20 يوم، يمكن اكثر من 20 يوم ما بيناس بطلنا نصور عندها. شفنا عندهم لف ودوران، شفنا عندهم غش، وراسلونا ناس من اللي اشتروا قالوا يا اخي انا اشتريت من فلان على اساس انه الغنم والله شار مثلا وطلعت فاضيه، ورجعت عليه وما قبل، صار في لف ودوران. فاحنا هذا الشخص خلاص، نحن اليوم مصداقيتنا هي راس مالنا، مصداقيتنا هي مكسبنا. واذا نفقد مصداقيتنا قدامكم كمشاهدين وكمتابعين، يعني فقدنا كل شيء احنا. فاليوم احنا لما نكتشف فلان من الناس قام يغش الدلال الفلاني او التاجر الفلاني، مع احترامي للجميع ولكل الناس اللي قامت تتابعني، ما نصور عنده ولا نعرض له. ان شاء الله مو عنده غنم حركيه وجملانيه ومحسنه، ان شاء الله عنده غزلان، ان شاء الله يكون عنده غزلان المسك، ما نصور. احنا مصداقيتنا اهم من اي شيء ثاني قدامكم، والمعلومه الدقيقه اللي نقدم لكم اياها اهم من اي شيء ثاني. يعني مجرد ان والله نقدم فيديو خلاص. انتم لاحظتوا انه احيانا ننزل فيديوهات على القناه ونحذفها لانه نخاف على مصداقيتنا، انه والله الحلال هذا عند فلان، انتم مصورينه عند فلان غيره. لا، نحن فيديو في مصداقية، في قلة مصداقية، واحد بالألف نحذفه. نحن مستعدين نحمل أي فيديو تشاهدونه يكون فيه قلة مصداقية. وبالنسبة مثل ما قلنا لكم، يعني نحن ما نعلم الغيب. يعني اليوم فلان من الناس تاجر يعرض حلال يطلب كذا، احنا نصور على مصداقيته. ونحن جهة إعلامية محايدة، يعني نعطي رأينا كجهة إعلامية، لكن ما نقدر اليوم نقول والله السعر هذا، السوم عالي، السوم قليل، البضاعة مو كويسة، ما نقدر نتكلم الكلام هذا. نحن نعرض لصاحب الحلال حلاله، ولو اكتشفنا أنه الرجل قليل ثقة عنده قلة مصداقية حيش السامعين، خلاص ما نصور عنده، نكتف عنه وما نصور عنده. ولذلك شفتونا بالفترة الأخيرة في ناس كثير كنا نصور عنده وما عاد نصور عنده، لأنه في ناس تجار شراية ومستفيدين منكم، يعني من متابعين القناة، راسلونا وقالوا يا أخي فلان اشتريت من عنده 23 راس غشيت فيهن على أساس أن العشار طلع نص مو عشار. فنحن ما خلاص هالإنسان هذا ما عاد نقرب عليه لأنه غش الناس. ما هاي هي المسألة أخواني. الله يجزيكم الخير وبارك فيكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد، وتابعونا ودعمونا حتى نوصل 50,000 مشترك. أترككم مع أخونا أبو مريم. هذا الشباب احنا بربج اخونا سامر كشيمات ابو محمد. شارين عليكم وتواب. 10 كفالة ابو محمد، ها؟ الله يا شباب، عنزين عشار ما شاء الله، اضرارهم شوفوا اضرارهم. كفالة يعني شهرين، وعاد تصوير عليكم فيهن كل وحدة بها توم. شوفوا يا شباب هذا وضع المعزايات، انباعوا ب 3000 ليرة تركي اثنينهن، الاثنين عشار، يعني الوحدة صارت 1500 ليرة تركي. هذا متابعينا اللي سألنا عن النوعية هاي من المعزة. عارضهن للبيع اخوي ولا اخذهن قنا؟ والله جنية. لا ما شاء الله اخونا اخذهن جنية. شوف الضران. وهذا عندنا فحل يا شباب من غنم نعيم عند اخونا سامر كشيمات ابو محمد. هسه نشوف لكم ايش قد عم يسومه، ايش قد انبعث به، اذا انبعث به شيء او لا. فحل ثني، هي كسر بسنه. تمام. ازحم حمار وكاشف زين، خشانته زينه ومواصفاته زينه، خشته غلط، جلاسه قرم، اللهم صل على محمد، شوف الخشه غلط، مواصفاته زينه، في كسر بسنه بس. كم عم يسومه ابو حمزه؟ $300. $300 نهائي، يعني اللي في مصلحه تواصل معنا نوصله مع اخونا الدلال سامر الكشيمات. هذا وضع الفحل يا شباب، عم ينسام $300 كفحل من غنم نعيم ممتاز. تمام تمام. جلاسة القرن وقرن اسود مو ابيض، اللهم صل على محمد، شوف القعام. وهذا احنا يا شباب سوق الخروف عند ولد ابراهيم الحسن. شلونك اخوي ابراهيم؟ بركاته. ها طمنا عن السوق اليوم. الحمد لله، يعني السوق اللحم في
يعني تحسن شوي ها؟ في تحسن حركة شوي يعني ها. هذا مو تحسن شقد يعني؟ التركي هذا مو تحسن طبعا. كم اي لازم يكون اكثر يعني صراحة على انهيار التركي يا عمي بعنا ب 22 ونص لسه 27 22 ونص كم الوزن وال 27 كم؟ مثل 50 ال 22 ونص 50 55 ولا 27؟ 27 وزن 75 75 60 شقد 60 61 يعني بس 24 24 ونص اليوم شو لازم يكون 30 وفوق عاد موجب التمثيل يا الله الله يعين عباد الله ان شاء الله تحت ال 900 هسه فوق ال 900 دمار دمار اليوم صار زيت ابو حموره اي والله الله المستعان الله يجزاك الخير اخوي ابو ابراهيم يا شباب نقدر نقول اليوم سقف السوق 27 ليره تركي واقل شيء 75 كيلو واقل شيء انباع ب 22 ليره ونص وزن بال 50 ايش قد اوزان البضاعه هاي؟ هاي 57 كم عم تنسان؟ قد اندفع لكم؟ جبار 24 جبار 24 جبار 24 ولا راس جبار جبار والله يا ابو مريم كل ما نحول على عمله تتبهدل الله المستعان كنا سوري صارت 5000 4 وربع طلعنا على التركي قام يطلع التركي الله يكون بالعون يا شباب هاي وزنها بال 55 كيلو يعني عم يبعث له الشاري 24 ليره وربع انبعت اخونا ابو عمر الوزن يوم نعم 15 يوم 15 يوم حقا اللهم صل على محمد شو تركب 9 ونص ترجع يلا خلاص يلا يلا بلا روح اي والله السوق في بضاعة كثيرة يعني في حلال كثير ولكن الوضع على حاله ما في تغيير يعني بسبب الدولار عم يرتفع العلف عم يرتفع وما في السوق على حاله يعني الله يفرج إن شاء الله وهذا احنا بسوق العلف يا شباب في عندنا هاي غربلة فول ايش قد عم تنباع اخوي غربلة الفول والله 230 225 حس فول اغلى شوي معها بيجي ما تفر معها حب معها تبن نظيف تبن حنطه ايه بين الليرتين و40 والليرتين و50 جمله ومفرق يعني السعر الجمله غير سعر المفرق يعني ليرتين و40 ليرتين و50 ايه ان شاء الله الشباب ما يزعلوا منا بالتعليقات يقول لك ليش ما تصور لنا التبن هذا التبن جمله مفرق وهذا عندنا تبن حبته السوداء يا شباب ليرتين عم ينباع بليرتين كل 9 ليرات تركي يساوي 1 دولار يعني كل 5 كيلو دولار وشوي ياك الله يا طيب بالعكس شو ما يكون ناعم يكون احسن يا شباب شقد ابو حمزه شقد الناعم ما يضل منه بالمعلف شيء الحمد لله يعني ما ندق الغنم نظيف والله ليرتين و75 قرش 52 كيلو يعني كل 3 كيلو كل 3 كيلو دولار يعني وفي عندنا الغنم هاي ما شاء الله تبارك الله يا شباب من غنم نعيم من حلال نعيم غنم شكلها مقبول يا شباب الغنم هاي عند اخونا ابو يحيى العيساوي يا شباب هسا نسالكم اياه ان شاء الله الله يحفظك يا رب شنو وضع الغنم بالله والله كلها ثنية رباعية كلها كفالة عشابين منها مبينة كلها كفالة نبعث لك فيها شيء لا والله لسه كم عم تسومها رجع نسومها 25 2500 ليرة 2500 ليرة تركي هذا اللي يسأل عن النوعية هاي من الغنم يا شباب شوفوا يا شباب ما شاء الله فيها يعني فيها من الغنم تعتبر محسنة يعني شكلها مقبول جدا يعني ما شاء الله تبارك الله شوفوا يا شباب ما شاء الله شوفوا الرأس ما شاء الله تبارك الله يعني تعتبر من الغنم المحسنة هاي ما فيها شيء أقل من الوسط يعني كلها فوق الوسط يعني تعتبر جيدة 18 رأس اللهم صل على محمد منين جبت ابو يحيى؟ مشرج جاي من مشرج يا شباب غنم كلها حمر ما بيها شيء دروع ما بيها شيء كلها شكر شوف يا شباب ما شاء الله الغنم شوف وانا بجي لعندك انا تشتكي جاتي شوفوا ما شاء الله يا شباب بالنسبة لل حرقة شقارة كاشف هاي يقول لها شعلة مو شقرة شعلة تمام سنها ثنية عشار سنة بداية عشر يعني عشار كفالة عند أخونا ما شاء الله عشان زينة تعتبر محسنة يعني
هاي حركة السوق يا شباب، ما في شيء جديد، يعني تقدر نقول السوق على حاله، إن شاء الله الله يفرجها على عباده يا رب. سوق اللحم يعني في تحسن طفيف، ولكن إذا أريد نقيسه على الارتفاع التركي عادي يعني، وأقل من عادي لازم يكون أغلى من هيك يعني. الله يجزاكم الخير ويبارك بكم يا رب. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأي شيء ينباع عن طريق القناة إن في ذمة الشاري أو الباع 1%. يعني طالعين من السوق يا شباب، استودعكم الله. الشباب اللي سألونا بالتعليقات عن أهم الأسواق، يعني يعتبر سوق معرض مصرين من الأسواق الرئيسية بالمنطقة، وصاير بين معرض مصرين على طريق كفر يحمول. للشباب اللي سألونا وين صاير طريق معرض مصرين بالتعليقات، طبعا أكيد الشباب اللي سألونا مو ساكنين بالمنطقة، لأن المنطقة كلها تعرف سوق معرض مصرين. هين بعد ما تطلع من السوق تلقاك أسواق العلف، أسواق الأجبان والأعلاف، هاي كل الأسواق هاي كلها على طريق سوق معرض مصرين، محلات الأعلاف ومراكز الأعلاف. واي معرض مصرين يا شباب، رايحين باتجاه